نعم شروخ، دعيني أتحدث قليلا عن هذا المركز الانتخابي في مطار إسطنبول، والذي يتكون أو يوجد فيه 12 صندوقا، يعني 6 مخصصة في المبنى المخصص لقدوم المسافرين و6 صناديق في المبنى للمغادرة. سأدع الصورة قليلا تتحدث وأشرح لكم ما الذي يجري في هذا المركز. شروق، الآن هذه هنا لجان استقبال للمسافرين، الآن سنرصد معكم وصول بعض المسافرين. يتم من خلال هذه اللجان التأكد من هويات المسافرين، التأكد من معلوماتهم، من أنهم مسجلين لدى هيئة الانتخابات، يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات. تشاهدون الآن بطاقة الاقتراع. شروق، هذه بطاقة الاقتراع التي تعطى للناخب، والتي يعني تضع الخيارات أمام الناخب للإدلاء بصوته. هذه فيما يخص الانتخابات البرلمانية، وهذه قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية. نرصد الآن وصول هذه المسافرة، هي عملية تجري الآن أمامكم. يتم التأكد من هوية المسافرة، بعد ذلك تعطى الورقة الانتخابية. هناك أكثر من 3.5 مليون تقريبا ناخب يدلون بأصواتهم في الخارج عدد صناديق الاقتراع في المعابر الحدودية، ونحن نقف في هذا يعني أحد هذه المعابر. 46 يعني معبر حدودي، عدد الممثليات الخارجية أكثر من 152 ممثلية. الآن تشاهدون هذه الناخبة، مثلا مواطنة تركية قادمة كانت وصلت للتو من السفر، تدلي بصوتها بهذه الآلية وبهذه الطريقة. لكن دعيني أشير شروق إلى معلومة مهمة، لا يحق لأي مسافر، على سبيل المثال مواطن تركي يقيم داخل تركيا وهو مسافر اليوم أو يريد السفر، لا يحق له التصويت. الذي يحق لهم التصويت هم الناخبون الذين يقيمون في الخارج، والتي يعني عناوينهم مثبتة في الخارج. وبالتالي الآن المسافرين الذين يصلون قادمين إلى تركيا وعناوين سكنهم في الخارج، هؤلاء يحق لهم، والمواطنين الأتراك الذين كانوا في زيارات إلى تركيا وسيغادرون إلى أماكن إقامتهم. هذه هي آلية التصويت. عملية التصويت تستمر في مطار إسطنبول، وهو أهم مركز عمليات للجنة الانتخابات للمجلس الأعلى للانتخابات. كل أصوات التي تدلى بالخارج تجلب إلى هنا لمطار إسطنبول، ويتم فرزها هنا، ويتم التأكد منها، ويتم التأكد من صحتها. نشاهد إذن هذه الصور الحية الآن. هذه المواطنة أتمت ربما عملية الاقتراع وأدلت الآن بأصواتها كما تشاهدون. شروق، هذه الصور، هذه عملية تستمر على مدار الساعة حتى 14 مايو، وهو موعد حدوث أو إدلاء الناخبين عموما في تركيا بأصواتهم. ستغلق صناديق الاقتراع في مطار إسطنبول، وهو مركز العمليات الكبير، في الساعة 6 من مساء يوم 15 أو 5 من مايو. وبالتالي عملية التصويت مختلفة عن التي تجري في بعض الممثليات الخارجية، هناك أوقات دوام محددة في بعض الممثليات الخارجية، ولكن في مطار إسطنبول هناك عملية مستمرة، يتم الرصد، يتم التعاطي مع المسافرين، الطائرات التي تصل من مختلف البلدان ويكون بها مواطنون أتراك، هم يحرصون على الإدلاء بأصواتهم في هذه الانتخابات. فيما يخص الانتخابات في الخارج، هناك أكثر من 74 دولة شروق يتم فيها التصويت، يتواجد بها جالية كبيرة من المواطنين الأتراك، وأيام الانتخابات مختلفة من دولة إلى أخرى. على سبيل المثال في الولايات المتحدة مراكز الاقتراع تفتح بين يعني 29 من الشهر الجاري، أي بعد يومين من الآن، وحتى 7 مايو. الدول التي تشهد تصويت اليوم هي عدد من الدول، يعني ألمانيا، فرنسا كذلك، وكذلك أستراليا، يعني كثير من الدول. هناك جدول زمني أطلعت فيه لجنة الانتخابات المواطنين الأتراك أو الجالية التركية في تلك المنطقة على آلية تقديم الأصوات. سنرصد معكم على مدار اليوم آلية التصويت من قبل المواطنين الأتراك في هذا المركز الانتخابي، وربما عمليات الفرز في وقت لاحق من قبل لجنة الانتخابات. نعم، شكراً.